أجل، هذا صحيح يا بني. هذه النونية هي لك إلمو. والآن لنفكر أين سنضعها. أظن أنني سأضعها هنا. ها؟ أنت موافق؟ هنا هنا سنضعها هنا؟ حسناً، دعني أدرها هكذا قليلاً من هذه الناحية. هذا مكان جيد بني. أجل، هذا صحيح، إنها لك بني. أنت تكبر يا بني وأنا جدا سعيد. سيكون عليك تعلم شيء نوعا ما جديد. فاشتريت لك نونية، استعملها دون خجل. اجلس عليها يا بني وتفادى البلل. وكن نونية قد حان، انسى الحفاظات. وكن نونية قد حان، ادخل إلى المرحاض. وقت النونية قد حان لك ولباقي الأولاد. وقت النونية قد حان، عليها سوف تعتاد. قد يعجبك حفاظك لأن قياسه مناسب، لكن النونية قد تريحك من المتاعب. قد يأخذ هذا وقتا، لكن يوما بعد يوم ستعتاد عليها صباحا وقبل النوم. وقت النونية قد حان، انسى الحفاظات. وقت النونية قد حان، ادخل إلى المرحاض. وقت النونية قد حان، لك ولباقي الأولاد. وقت النونية قد حان، عليها سوف تعتاد. نعم أحسنت. مهلا بني، دعني أساعدك فيدك صغيرة. هيا الآن ستشعر بالأمان. النونية سهلة عادية ووقتها قد حان. نعم لقد حان، انسى الحفاظات. نعم لقد حان، ادخل إلى المرحاض. وقت النونية قد حان، لك ولباقي الأولاد. وقت النونية قد حان، عليها سوف تعتاد. لقد حان، وقت النونية قد حان، لقد حان، عليها سوف تعتاد. لقد أحسنت يا بني. أين تضع أمك موزيل الروائح؟